أصعب جزء عندك إيه؟ الجزء اللي بيتعلق بالأطفال، اللي هو فيه الكتاب اللي بتعمليه ده، والكتاب ده هو أساس كيف تعلم المصريون قراية القرآن. فيعني الكتاب ده كل أهالينا تعلموا طبعًا. في طب الكتاب، وياريته يرجع. وياريته يرجع. ده جزء صعب عندك دكتورة؟ والله هو كله بتيسير الله، ربنا بيسره، لكن الحمد لله رب العالمين، ده من توفيق الله انه يعني الهم الواحد بهذه الفكره، لانها كانت دايما اقعد اقول للولاد يعني ما فيش حاجه بتلمهم، ما فيش حاجه بتاخدهم تربطهم بالقران، لان لما بتربطي بالقران بتربطي الطفل بحاجات كتيره، بتربطيه بمذاق اللغه العربيه، بتربطيه بفنون اللغه العربيه، بتربي الاذن الموسيقيه عند هذا الطفل، بتربيه على المعاني وتخزين كم من الكلمات كثيره جدا هو بيقدر يستدعيها في أي وقت. الحمد لله بتيسير من الله يعني كل شيء، بس أنا ببقى مهتمة قوي بكل فقرة وبكل حاجة في البرنامج، فبتاخد من الإنسان مجهود بلا شك، لأنه طبعا أنت بتقري وهم بيقروا وراكي، وبتبقي عايزة تصححي وأنت مركزة جدا معاهم، وزي ما كان مشايخنا بيعملوا معانا إحنا كمان بنقلد مشايخنا في طريقة التدريس، فبيبقى طبعا بياخد جهد، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعين. يعني ساعات الواحد يبقى داخل على الحاجة يقول يعني يا رب مددك بقى، فهو بيأتينا بالمدد سبحانه وتعالى. ولادنا للأسف معظم الولاد بقى وكتير من الولاد بيروحوا مدارس أجنبية، بلا شك. لم تعد اللغة العربية سليمة، نطق الحروف حتى غير سليم، فبقى يدوبك طفل بيحفظ الآيات القصيرة ويقول لك أنا بكره اللغة العربية، يقول لك بكره اللغة العربية للأسف. فتلاقي الطفل يدوبك يحفظ مثلا الفاتحة، الآيات القصيرة أو الصور القصيرة اللي بتساعده في الصلاة، وهو نفس الصورة بتتكرر في الصلاة، والموضوع خلص. إزاي نغير ده؟ أنا كانت غرضي من فكرة الكتاب أني ألفت النظر مرة تانية للجهات والمؤسسات اللي ممكن تتبنى فكرة الكتاب مرة تانية، فكان ده غرضي. طبعا أنا ماشية من آخر القرآن إلى أوله بالترتيب، بناخد مقاطع، أنا ما زدتش الفقرة عن 10 دقايق، أحيانا 12 13، الغرض أني ألفت الانتباه إلى هذا النوع وإلى هذا الفن المتصل بتلاوة القرآن الكريم. والنقطة الثانية يعني ألفت انتباه السادة أولياء الأمور بأنه اللغة العربية دي اللي هي قمة صورتها في هذا النص المقدس المبارك اللي أنا بعلمه لأولادي، ده بركته حاجة كبيرة بجانب ما يتعلم ما يزرع في وجدان الطفل من الاتصال باللغة العربية. أنا عايز أقول لحضرتك يعني واحنا صغيرين لما كنا بنحفظ في حاجات كتير مش فاهمينها، بس انا النهارده بستدعيها بمنتهى السهوله لاني ابتديتها من سن صغيره جدا. لما دخلت قسم اللغه العربيه شعبه الدراسات الاسلاميه كنت بعرب الجمله بودني، يعني احس ان في حاجه غلط وانا مش عارفه القاعده لسه، اول ما دخلت فاحس ان في حاجه، عارفه لما تحسي النغمه الموسيقيه في حاجه وقعت. بنفس القسم انت بتتربى عند اللي بيحفظ القران الكريم هذه الأذن الحساسة للغة العربية. ماذا عن الفهم؟ ما برضو القصة ليس فقط قراءة اللغة العربية، وأنا معاكي في أن الواحد ساعات بيحس أنا قلت الكلمة دي غلط، أو قلت أو رفعت المنصوب ونصبت المرفوع، يعني ساعات الواحد بيغلط، ولكن الفهم بقى وفهم القرآن والنص القرآني ومقاصد النص القرآني ده موضوع مش سهل. بيساعد جدا فهم القرآن على حفظ القرآن. ويمكن المنهج اللي يعني متبنيينه في قلوب عامرة طوال العام وهو التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، بنقسم السورة بالموضوع، الباقة دي بتتكلم عن ايه والباقة دي بتتكلم عن ايه والباقة دي، ونربط ده كله في عقد فريد منتظم. السورة عقد متكامل فيها معاني مترابطة من خلال فقرات السورة القرآنية بتتكلم عنها. نفس المنهج ده بطريقة غير مباشرة في الكتاب، ان تقسيم الآيات اللي باخدها مع الأطفال والشباب الصغير ده بتبقى مندرجة تحت التقسيم الموضوعي، وأنا بصحح معاهم ببين لهم بعض المعاني اللي هما يقدروا يستوعبوها. بتختاري بقى الآيات الأسهل يعني؟ لا احنا ماشيين بالترتيب بس بنقسم الصورة تقسيم موضوعي. يعني ايه تقسيم موضوعي؟ مثلا من آية 1 لآية 5
المناسبة الموضوعية والحالة الإعرابية تقول إنها بتتكلم عن قضية معينة. مثلا من تيجي بقى الصورة دي مثلا هقول 20 آية، فهتقسمي بحسب، يعني ممكن تبقى حلقة تصحيح الآيات 5 آيات، ممكن 7 آيات، ممكن 10 آيات، ممكن آيتين اتنين بس، بحسب التقسيم الموضوعي اللي بتعرض له السورة القرآنية. من هنا بنصحح، ومن هنا بيفهموا ان القرآن موضوعات مترابطة مش مفككة، وفي نفس الوقت زي ما بعض المستشرقين كان بيقول هذا الكلام، وبشرح لهم شرح بسيط كده أثناء التصحيح، يعني أنا تصحيح بس عايزة الآيات أقول القرآنية.